الحادثة التي حدثت لاختطاف هذا الشاب نعم. هي حادثة كانت الحقيقة غير متوقعة وفي وقت غير مناسب بالنسبة للمحافظة، لأن المحافظة بدأت الحقيقة بعد مضي أكثر من 8 أشهر إلى 9 أشهر، كان أحد الجسور مغلقة وهو جسر الزيتون، وبدأت حالات من الانفتاح داخل المدينة وبدأ الأمن يستتب، إلا أن الحادث الذي حدث في اختطاف هذا الشاب أدى إلى وجود انتكاسة، شبهة أمنية تداعت بعدها ظروف لأسباب الحقيقة نحن في المحافظة نجهلها. أما بالنسبة لسؤالك المتعلق بأين المختطف في الوقت الحاضر، حسب المعلومات المتوفرة أمنيا بأن هناك جهود تبذل من أجل البحث عن هذا الشاب المختطف وهو ناشط مدني معروف في المحافظة.